انا بعمري وبحياتي ما شفت انسان يتحمم بهالشكل. احلى ما بلي حاطط ولا هدول عامل دوش حمام سباحه. ليك وانت نزلت بضل عم شوف. باي باي. اخر يوم بالعطله يعني بكره بلش المدرسه ورح يفتح المحلات واخيرا. هي مو عطله يا جماعه. آه يا وحجر صار له يعني من قبل اول السنه جورجيو انه بالبيت ما في مدرسات، دراسه كلها اونلاين، بيجيبوا وظايفه على البيت وبيحلون وبيبعثوا على المدرسه. حتى المحلات كلها مسكره من هذيك السنه لليوم. تخيلوا بكره رح تفتح الدنيا جزئيا مفروض، يعني من بينات المدرسه انه رح يداوموا. يعني اليوم حبينا نصور كيف تحضيراته للمدرسه اليوم. كثير مبسوطين انه رح نرجع شوي لحياتنا قبل يعني تفتح المحلات. لا شوي نقدر نشتري شيء، نعمل شيء، نروح لمحل نشوف عالم. اوكي قبل ما نبلش الفيديو بدي اخبركم انه قريبا كثير في مفاجأة كثير حلوة، كثير بدي منكم تقولوا لي شو بتتوقعوا تكون المفاجأة، هي لجورجيا ولكم بنفس الوقت. ما رح اقدر اعلق صوتي اكثر من هيك، بجع بالي تقولوا لي شو رايكم، شو ممكن تكون يعني. اكتبوا بالكومنت شو هي المفاجأة، شو بتتوقعوا المفاجأة. اوكي قريبا كثير ادعوا لنا. قبل ما نبلش الفيديو اذا انتم صحابات ما تنسوا لايك شير وسبسكرايب. يلا خلونا بلش. بس شو كنت عم تتمسخر علي؟ شيء لا كنت عم لك، لا عم تحكي شيء. وقت يكون جوجي معنا دغري بتقول له قليلي وين بسألك. يلا هالانسان هيدا اللي عم تشوفه قدامكم دايما بيضل عم يتمسخر علي. لا قولي حياتي حلينة. انا مو عم بتمسخر عليك، انت يعني انت بشكل عام هيك، فانا مضطر هيك احكي معك. انا مو مسخره هيك. بس نطلع عن جوجي. ناعمه شميحه اخر يوم بالحجر، بكره المدرسه. بس المشكلة انه بكره بتحط الطاقية ما بتفرجن الشعرات. هيدي قصة على فكرة بكره هلا فاتحين لمعلوماتك. بلعب بالسيارة على الجليد. لعبنا بالسيارة على الجليد، عملنا حادث. شو هاد؟ انا بضل اجباري اشتغل هيك. بس ما حدا بيروح على المدرسة بهيدا الكيس يعني. وين هي اللي شريتني اياها تبعت ليك شو حط فيها؟ ليك شفتي هي جبناها للكتب على اساس ليك شو حط فيها؟ يا بس ليك هيدا الكيس هلا تمام رح نشيله. تعرفوا الكيس كان له تكفين من فوق بس من كتر ما بعمل له هيك وهيك اخر شوي. على فكره بعد ما طول شعراتك شوي هيك طولوا صاروا كثير حلوين. شكرا عن جد. شايفين هاي اللعبة هلا رح نلعب فيها، شو رأيك؟ اوكي بس شوفوا الحيط كيف صاير هون من ورا هاي اللعبة. ليكو صار بدنا حيط جديد هون عن جوج. هلا مامي انا بشوف عالم بيحطوا هيك المنشفة وكأن علبة بوظة. بدك اعمل لك اياها؟ وقف لإلا ارجني علي. مثل ساندريلا عشان طالع. هلاك الواحد بلش مدرسة هيك بيعملها بحاله. طيب يعني لا لك ما زبطت خليش بدي ضل حاططها السنتين الجايين. روح فيه على المدرسه بكره انا برايي. ما عم صدق انه بكره بدي اروح على المدرسه. وانا كمان ما عم صدق اني انا بكره رح فيه 7 الصبح وصلوا على المدرسه. بدك فيه معهم بكره؟ والله اذا بتفيق انت بتوصلي هيك بتفاجئني. لا انا وانت تعملي فيديو فاجأت له اي واخذت جورج على المدرسه. ايه يلا خلص بكره بدنا نفيق كلياتنا على المدرسه. في شنطه هون بتذكر لك. قولي شو ثقيله هي لؤي؟ هي شو ثقيله؟ خذ هي الشنطه نعطيها بابا. ايه حط الكتب بهي لك عم بالكيس. شو قلبه بارد لك ما هي؟ ايوه ما خش الكيس اصلا لؤي. يلا شيل هدول هيك. كتار كتبوا كان؟ عم بقلكم انا عن هلا هدول على فكره جوج بيجيبهم على البيت بس لاني كان في حجر جايبهم على البيت، بس هو بالعاده بيتركهم بالمدرسه عندهم خزانه. كلهم هدول بدهم يضلوا بالمدرسه؟ لكن لازم نعطي هدول لقدامها. ما بعرف هي اذا بدها اياهم. ما بعرف انا كمان.
ليكو خط جوجي اللي ما بينشاف هذا القديم. لا جوجي هلا خطه بجنن هلا على الجديد. فرجينا خطك الجديد. هذا خطك الجديد؟ ايه. واو. العنجد حلو مثل خط الدكاترة. كثير حلو خط. هدول كلهم ما بدي اياهم. كم دفتر اللي معك ما فيهم جلدة؟ يا لون 7 12 8 9 2 1 3 بكره بس نوصلك على المدرسة بدنا نروح مشوار. مشوار لوين؟ لا حاجزين بمحل بدنا ناكل بجنن ونتمشى بالشتات. كيف تركت الشقة على مين بقى؟ يعني علي ليك وكل هدول كانوا على الكب وكان عم بيحطهم هون معه. هدول الشنط الاثنين بكره رح ناخذهم على المدرسة تخيلوا. انت بتحمل شنطة؟ اه صدق بتروح مثل الاولاد حاجهم عم بتفيقني بالصف تاخذني معك بالسيارة على المدرسة. يلا تعال نشيل هدول جوجي بسرعة. يلا ماما. ما شاء الله المثقف ليكو على هالكتب كلهم. هلا عرفت ليش جايب كل هالزبالة، هي أول مرة استفدنا منها بالحقيقة. هلا بعد الحجر لحتى الولد يقدر يداوم بالمدرسة هون بالنمسا لازم يعمل كل أسبوع مرتين فحص كورونا، بيعملهم بالمدرسة هو بيعملهم، هلا رح علمه لجورجيو كيف يستخدمها للقطعة. عندك هالقطعة عشان أجربها؟ لا يعني في فيديو بورجيك إياه، أوكي يلا. على فكرة هيك بنكون نحن مطمنين على حالنا كمان، يعني مرتين بالأسبوع إذا جوج ما معه شيء معناه نحن ما معنا شيء. شايفين هيدا التيست يلي رح يعملوه بيوزعوا لكل طالب من هيدا تمام؟ هيك بصير تحليل الكورونا عندهم. بتعرف شو يوم اذا بيطلع بوزيتيف شو بصير فينا؟ شو؟ بننحجر بالبيت 15 يوم. كمان الولد بالمدرسة كمان انه اللي بيعمره لازم يضل حاطط الماسك انه انت بتعرف بكره جوز شو بده يعمل؟ بده يرسم خطين رسم عشان يرجع على البيت ويقعد 15 يوم. يلا مشو نلعب تأخرنا يلا. اوكي ليكو هيدي ثلاث اشخاص رح يلعبوا 301 301 301 يلي بيصير صفر اول هو اللي بيربح هيك اللعبه بتجي. لا انا بدي فوز مشان انت دايما حكي على الفاضي. اللي عنده شيء اللي عنده كذا مشان ما يتعذب انا اللي بدي فوز خلص. يا سيدي بشارتك انه ما انت رح تفوز. بتشارك؟ بشارك انا بفوز. ها انا دايما بفوز. ها بشارك انا رح فوز. وين اسهمي؟ اسهمي انا 1 2 ليكو 3 طب بس نشيل هدول عنجوج. هاي العلاقة عاملة خزانة مو علاقة الأصغر للأكبر. مين بيجي أكبر من جوج؟ حضرتك صغير بالفعل بالعقل فعلا إذا ما نحسب عقلك لو أي صفر يعني أصغر من جوج كنت أنت بلشت. يلا والله عم تجيبي اليوم عم نصور. شفتوا الفكهان بالعاده بنلعب فيها فانا كثير ببخش الحياه عرفتوا شو؟ تفرجوا على المعلمين. يلا 1 2 3 تريبل اختن يعني 18 ثلاث مرات. انا فايز ضربة وحدة قدر يجيب قدي انا شايف؟ واو برا واو برا واو ما بتقولوا مدري ايش ماني يلا لؤي كل هالشيء بالبفل كل العضلات وعامل لي هيك اجت ليك وليك اجت بس ليك بالبفل. اوكي النتائج لهلا بس لنقلكم مين ربحان. بعدين بنقلكم مين ربحان. مجنونة. لا لا يلا اضربي. اوه انا ربحانة لهلا. لا ما ربحانة والله. ايه دقيقة امسكي ايش دوري. شو عم تعملي انت؟ شو عم تعملي؟ شرفك شو عم تعملي؟ اما ولا لا 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 هيك لا بس كنت عم تعملي هيك كنت عم تعملي انت جبت 20 ليكو النتائج انا 61 لؤي 141 جوج 158 ومع هيك انا بدي فوز بنشوف 3 بيكون جابه 29 طول عمره اللي هيك بيكون اول شيء سيء فورا بيهجم وبيفوز بيهجم وبيفوز خلصنا شو بس مو علي ناقلي 13 بربح 13 ايه بس هون حبيبي بدك تجيبي 13 ايه لسه بس تعالي فرجيهم شغله ليك وهون هلا انا باقي لي 13 هلا اذا بجيب فوق ال 13 بيرجعني 13 لا لازم اجيب 13 لهيك انا بدي فوز بدي اهجم وجيب 5 5 5 شوي هجمت شفنا هجومك تفضل خايف منه خلص بدي لو ايه تقعد هون عم تزعجه خلص ما رح يعمل شيء والله ما رح يعمل ماما ما هو عم هيك عم يطلع فيه مشان يتلبك لو ما تطلع علي اذا بتريد عم بتلبكوا للصبي قعدنا هون مشان ما نلبكوا للاستاذ شو حاجة تطلع فيك لبكني يمكن هيك تنعاد
لبكتو لبكتو انت الحق عليك لبكتو عن جد. يلا ورجينا كيف ما بتنعى. كانت جاي على التصوير فرجينا كيف ما بتتلبك. يلا خسري. بدك 10 ما في 10 كيف ما في 10 العشرة على اليمين. والله وان الاول اولى ثلاثة بس ما بيصير ما بيصير في في غش عم تغشي ما كنت اربح بشغله بتقلي عم تغشي اوكي انتبهي على الدرج جوش لو انتبهي بابا صوكو انت ما ماسك يا جوجي ها واحد مكسيكانو واحد كوردون بلو مكسيكانو مكسيكانو بالاحلام ماما هلا شو بدنا نعمل توت بدي توت توت على بيروت يا بيي خدني مشوار شلحني عندك بالسربي صار معي قيرص فقرب نزلي ليكي بتتحديني اقدر افتحه؟ ايه يلا واحد اثنين شو بتعملي لي اذا بدك؟ بطيك بوسة يلا واحد اثنين ثلاثة جيب وحدة بس اوكي؟ يلا هيك وحدة قلت لك هلا بنجيب وحدة خلص ما دام جاوبهم وجاوبهم بنعرف اعمل وحدة ايه صح انت ارتاح كثير لاني بس جوز بدي اعمل اوكي؟ ماما خلصت لاندوم لسه ما لحقت اتصورك حبيبي اول شغلة رح نقول لكم انه سوري تاخرنا عليكم بموضوع الهدية تمام بالجيف اواي بس نحن نقينا ثلاث اسماء للفايزين هلا رح نقي واحد رح يربح الايفون معنا يعني بالمسابقة اللي عملناها هذاك الاسبوع يعني نحن نقينا ثلاث اسماء اسم من اول فيديو حكينا فيه عن المسابقة واسم من ثاني فيديو واسم من ثالث فيديو اوكي تمام. هلا رح نخلطه مثل المرة الماضية وجورج رح ينقي اسم واحد منهم اوكي اول اسم اسمه يوسف عكو رح حط الكومنت تبعه هون كمان احمد عبد الكريم تمام احمد عبد الكريم ويوسف عكو ثالث اسم والسجا شوفون تاني رح تحط صور يعني الكومنت نفسه لحتى صاحب الكومنت يعرف حاله اوكي تمام هلا رح نسكرهم هيك وجورج يختار واحد تمام لا نكي وحدة بسرعة هي ليش فورا هي؟ ليش هجوم يعني؟ لؤي احمد عبد الكريم احمد عبد الكريم مبروك يا احمد اوكي منيح هالمرة طلع شاب معنا للمرة الماضية طلع بنت اول شيء رح اقول لك ان شاء الله الف مبروك لاحمد وثاني شغلة بتمنى من احمد انه يكتب لنا ايميله على نفس الكومنت يلي كاتبه هو تمام ونحن بنتواصل معك تمام ان شاء الله الف مبروك عن جد يا جماعة اللي اسمائهم طلعت هارد لك لكم بس عن جد انه حظكم كتير حلو انه طلع معنا وان شاء الله يعني تفائلوا فكرة على المليونين في شيء كثير حلو الله. ان شاء الله استنوا شيء كثير حلو على المليونين يلا مامي هلا شو بدك تعمل انت يا حلو يا قمر باقي اربع دقائق لشو باقي اربع دقائق لا اطلع على النوم ماما لا تفرشي اسنانك وهيك يلا 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 ليتس جو اسمع لي ما كثير عطشان يلا شو بخاف على صحته الاشرار على النوم بسرعه غسل وفرشي اسنانك اوكي يلا يلا شو هالمره جرحت لليتك ولا لا بكره الحلاق انت اللي بيفتحهم ايه بس الطلقات عن جد مجلدة طب بعد بكره بعد بكره ان شاء الله بكون طقس منيح بدنا شي نحط طاقية ماما حذرك ليه لأنه هو المشكلة انه بالمدرسة بيمنعوني يحطوا الطواقي هون ما بعرف ليش يعني هلا بكره على فكرة برد بس لا اسمعي شوي انا برأيي بعتي معه طاقية خفيفة مشان إذا قبلت يضل على راسه طاقية ما يشوب فيها بالصف عرفتي؟ هي بدك اياها بدك هي ولا هيدي الفضية الثانية الرقيقة؟ لا هي لأنه الفضية هي معمولة للشعر الطويل بعمل هيك وبرجع لورا بعدين بقدمها للدوله احلى كثير حلو كثير حلو هيك انا شو عملت بحالي ليش قصيت لهم كثير حلو هيك قمر بكل اشكالك وكل حالاتك ضل واثق بحالك مو بشعرك يعني القصه هلا البنطه بدك تعطيه شيء تحت ثيابه ولا تحت ثيابه يعني بنطلون تحت الهدار ليك البنطلون بكره لاي ساعه الدوام 12:40 دقيقه نعم جوجي وين جاي ينام جنبك يا حلو بس مو كل الوقت يا حلو نص الوقت يلا شو يا غيور ليش نحن بس اجينا انت اجي بابا يا دوب ولا يجي يتشطح جنبي عتختي ماما بتتشطح اكثر ماما بتدللك مين بدللك اكثر انا كم مره جيت معك يمكن ثلاث مرات ايه حلو ثلاث مرات ماما كل الوقت
اوكي ماما احكي فش قلبك احكي. اوكي هلا ايه؟ مين بدللني اكثر؟ ايه؟ اثنيناتكم ما في يعني كيف حسب الوقت. طب انت قديش مبسوط يعني لما ماما تكون معصبه علي بابا بدللني، ولما بابا يكون معصب علي ماما بتدللني. وليش حتى تخلينا نعصب عليك؟ انه انا مثلا بكون عم بعمل شغله بليده بيعصبوا وهضومه. هلا انت يعني تشوف حالك مهضومه اساس كثير. اكتبوا بالكومنتس اذا انا مهضوم. قولي روح الكومنت شو نوع الكولا اللي بينشرب لحتى نقدر نهضم. يا جماعة رح نقلكم انه فيديو اليوم خلاص ان يكون عجبكم وعجبكم روتين جوج المثل. جوج متحمس بكرة للمدرسة؟ يعني لا يعني والله انا متحمس لانه بكرة بروح المدرسة. اوكي بكرة اول يوم للمدرسة للمدرسة من المدرسة اول اوكي بكره اول يوم للمدرسه لجوجي تمام. فنحن كثير متحمسين رح نقطع المدرسه وبعدين نروح نعمل مشاوير. بدنا نروح مشاوير وبسط واكلات وموزه وقهوه وستار وبس يخلص مدرسه بنروح نجي ونرجع البيت. اوكي يا جماعه فيديو اليوم خلاص ما رح ينام جوز اليوم. اذا انتم على القناه ما تنسوا لايك شير سبسكرايب صيروا جزء من عائلتنا قربنا نوصل للمليونين. وانتبهوا شو قلت لكم باول فيديو اوكي انتبهوا شو مين قال؟ باي. شو قلتي شو قلتي شو مبروك للرابح عن جد الف مبروك. مبروك لمحمد احمد شو قال؟ احمد شو قلتي؟ باي شو قلتي؟ باي باي شو قلت لهم باول فيديو؟ شو قلتي؟ قلت لهم انه قلت بحبكم كثير. هيدي هي متأكدة؟ قلت لهم انه في مفاجأة قريبا. لا مو هيك قلتي. باي باي.